مساهمة بلدنا بعالم التكنولوجيا وعالم الأبس وستارت أبس، ملايين، يمكن 3 ملايين أو 4 ملايين أو 5 ملايين لبناني من لبنان عم بيأثروا أكثر بكثير على العالم كلياته سوا. إذا نحن بلبنان نعملها بس إنه هو ever invests in startups in Lebanon will be tax exempted, revenue tax exempted. لحديت ما يرد مصرياته أكيد، إنه إذا رجع ربح بيرجع بيدفع للدولة. قديش نحن قادرين نفوت مصاري للقطاع هيدا؟ بس أما إذا نحن استثمرنا بأفكار مثل هيدي، قلنا للناس روحوا يا أخي اللي عم تربحوا 100 مليون دولار بالسنة و50 و10 و3 مليون دولار بالسنة، بدل ما تدفعوا للدولة 27%، إذا بتستثمروا من هال 27% بالتكنولوجي ولا بالديجيتال ولا بالستارت أبس، أنت you will be exempted from this money. قديش نحن منجيب مصاري على القطاع وقديش منخلق فرص عمل جديدة؟ أنا دائما بقول إنه لبنان لازم يمشي مع التالنتس تبعه، لازم يمشي مع تطلعاتنا، مع تطلعات الشباب، مع يعني نحن عندنا شو عندنا بلبنان؟ عندنا تالنتس وعندنا كرياتيفيتي وعندنا إذا بدكم very high potential وطموحين. طموحين. إذا نحن we have a country ولا infrastructure ولا whatever it is that matches our capabilities، ساعتها ما بعرف شو، there's no limit for it. We can easily become a hub. نحن لازم نقدم payback على الريسك اللي عم بياخده الزلمة بس يبلش عنا، على عجقة السير، على الستريس اللي عم بيعيشوا عنا. نحن ما عم نقدم كل هول، وبعض الناس مصرين يكبشوا بالبلد، وبعض الناس مصرين يستثمروا بالبلد، وبعض الناس مصرين. يمكن نحن منبادر كتير، يمكن نحن كرياتيف لأنه عنا هول المشاكل، لأنه مش عايشين مرتاحين.